السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف ازاي نعمل خرائط او نشتغل على الارك جي اي اس اونلاين. اهوت هقول له اونلاين، وبعد كده اختار اول حاجة تطلع لي ارك جي اي اس اونلاين، تعمل ساين ان مجاني. هيدخل على الحساب بتاعك، هتقول له جاليري عشان تشوف المشاريع اللي انت شغال عليها، وبعد كده هتختار ماب لو انت عايز تعمل حاجه جديده. فارسال ممكن تجي لك شيء، هو بيقول لك في ماب فيور بيتا، تمام؟ لو انت عايز تختاره ادهو جاب لك الخريطه، تقدر تحدد الطبقات اللي انت عايز تشتغل عليها. هتلاقي هنا في الديتيل بيجيب لك اباوت، بيديك المعلومات، كونتنت يبدا يظهر لك الحاجات اللي موجوده، الليجند لو في اي ليجند موجود هيبدا يظهر لك. تقدر تقول له انا عايز اضيف لير، ممكن تقول له سيرش فور لير فيبدا يجيب لك ليرات تقدر تختار منها. ممكن تقول له هاتي من براوس ليفنج اطلس لير فيبدا يجيبهم لك بالشكل دوت. فتقدر تختار تقول له اد تو ماب فيبدا يحمل لك اللير ديت زي ما انت عايز. ممكن تقول له add layer from web، تقدر تحمل لو انت عندك اللينك، فتقدر تختار سواء من ArcGIS server او من WMS او WMDS، او ممكن يكون في ملف KML موجود هتدي له الرابط، او CSV file او GURSS او KML، كل الداتا دي هو بيقبلها بتبدأ تحط له الرابط هنا وهو بيبدأ يشتغل عليه. ممكن تقول له add layer from file فتحمل الملف، هو بيقول لك ممكن نحمل الشيف فايل بس بشرط ان هو يكون مضغوط. فلما تقول له اد لير فروم فايل ممكن تختار اي امتداد منهم. طيب ممكن نختار مثلا جي بي اكس، هاجي هنا واختار الملف دوت واقول له اوبن، فبيبدا يرفع الملف دوت ويبدا يدخله معايا في قلب الخريطه بتاعتي الليرات، تمام؟ ويبدا يعمل زوم عليها ويبدا يجيب لي معلومات عنها. وتقدر تيجي من هنا تقول له انا عايز اشوف الهوم اللي هو المركز الرئيسي، او عايز اشوف اللوكيشن بتاعي لو انت سامح له ان هو يعرف اللوكيشن بتاعك. تقدر برضه تضيف ماب نوتس، تقدر تعمل اديت، تقدر تشوف البيست ماب تغير شكل الخريطة مثلا تخليها بالشكل دوت. هتاخد ثواني وتبدا تظهر الحاجه اللي انت مختارها. بيبدا يحمل الشكل الجديد اللي انت مختاره. طيب ممكن كل حاجه اللي احنا اللون ده هو اللي عامل فيه مشكله، فانا نروح على الديتيل، ده الليجنت اللي موجود، تمام؟ ممكن نقول له لا مش عايزين نحمل الملف اللي احنا لسه محمله من شويه. هاجي هنا اقول له مثلا عايز اشوف الخريطه بالشكل دوت. طبعا انا موجود هنا في قطر اهوت في المكان ده فعلا. طيب ممكن اقول له انا عايز اشوف الخريطه مثلا شكلها بعمل ازاي، دارك جراي او بالليل زي ما انت عايز بالشكل دوت بالشكل دوت. ده اللي جد مش موجود لان انا خفيت الحاجات اللي احنا حاملينها. الاناليسيس بيبدا بقى يجيب لك المعلومات، اللوكيشن بتاعك، يبدا يجيب لي معلومات عن الداتا بتاعت المكان. ممكن تستخدم فيرجن مثلا، هنا في اناليسيس هتلاقي معلومات عن الخريطه وعن المكان. هنا ممكن تقول له انا عايز اعمل سيف للشكل دوت الخريطه ديت وتديها اي اس مثلا، التاج بتاعها مثلا زي ما انت عايز، السمري، سيف فولدر، سيف اني فولدر، تقول له سيف سيف موديل هتسيف عندك. ممكن تسيفها باكتر من اسم، سيف از. ممكن تيجي هنا تقول له شير، شير يبقى انا هديها لحد تاني، او تقول لك اللينك تو ذا ماب تقدر تاخدها اهي معاك، عايزها بابليك الناس كلها تقدر تشوفها.
وتقول له كريت اويب، وتقدر تشيرها على فيسبوك، تشيرها على تقدر تحطها في الموقع بتاعك امبيدد ان ويب سايت. ده حاجه خاصه بيك انت كده، تعمل خريطه للموقع بتاعك او خريطه الحاجه بتاعتك. يعني فاكر مثلا في واحد كان فرحه فعملها بالاوتوكاد على اساس يقول لهم المكان فين بتاع الفرح، فممكن يعمل لهم من خلال الخريطه بتاعت الارك جي اس ويبعتها وتبقى متفاعله معاهم والحاجات دي. طيب بنلاقي عندي مثلا شير اهيت، عبالي عندي برنت، تقدر تقول له اطبعها لي او تقول له ماب ويز ليجند، فيبدا يطبع لك الخريطه مع الليجند. هو انا بجهزها لك للطباعه وبكتب لك عليها اي اس ار اي، وبكتب لك عليها المكان، وبكتب لك عليها وحده القياس وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. فممكن تقول له بقى اطبعها مع الليجند، لو في ليجند هحط لك الليجند جنبيها. طيب ممكن تقول له دايركشن، يعني دايركشن يعني هدي لك نقطتين وانت تجيب لي المسافه اللي بينهم او المكان اللي بينهم. هنا انا مثلا هقول له انا عايز هنا ده المكان الاولاني والمكان الثاني، مثلا تقدر تحدد المكان اللي انت عايزه من هنا مثلا، تحدد هنا مثلا تمام. وبعد كده تقول له جيت دايركشن، فيبدا يجيب لك اقرب مسار من هنا لهنا هيبقى عامل ازاي، وتقدر تضيف اكتر من واحد تمام. يعني ممكن تقول له مثلا عايز نقطه من A ل B مثلا، فهو يبدا يجيب لك هتخش كده 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 تمشي بالشكل دوت للخريطه. طيب هو اعتقد ان انا لازم اغيرها مثلا للون غير الازرق لان هو واخد نفس اللون، فهو بيقول لك هتمشي ازاي بالشكل دوت لحد ما توصل المكان دوت. ممكن تضيف اكتر من نقطه، تقول له مثلا بعد ما اروح المكان الفلاني هروح المكان العلاني، فيبدا يجيبه لك. طيب لو انا عندي حاجز مثلا، في مشكله في المكان هنا، فبقول له في قطع هنا مثلا، فهو يبدا يدور على طريق تاني يتفادى بيه الطريق دوت، اكيد هيكون اطول لان هو فكر في الحل الاولاني، فبيبدا يجيب لك حلول اخرى عشان توصل للمشوار بتاعك. وهنا عندي وحدات قياس كتيره جدا، عندي مثلا ان انا احسب الاريا بتاعت حاجه تمام، اهي خلينا نقفل ديت تمام. عندي ان انا احسب الاريا، عندي ان انا احسب المسافه بين نقطتين، يبدا يجيبها لها هتبقى قد ايه اهي، وبيبدا يجيب لك الميل الوحده القياس اللي انت عايز تقيس بيها وهكذا. في البوك مارك تبدا تسيف اكتر من بوك مارك، بحيث ان انت لو بتحب ترجع ليه الحاجه ديت مكان تاني تقدر تسميه مثلا اي اسم، تروح مكان تالت تقول له اد للواي، وفي اي وقت عايز تدوس عليه واحد فيهم تروح للمكان دوت. فده بيسهل لي ان انا اعمل حاجه خاصه بيا، ممكن اشيرها مع الناس، ممكن اسيف عندي، ممكن يبقى في خريطه للبيت، خريطه للمناسبه بتاعتي لو حد ناوي يتجوز تاني وهكذا يعني.